يا مرحبا يا نواف. الله يبقيك يسلمك يا أبو علي. الناس ينادونك نواف فرزان نواف فرزان نواف فرزان. إيه؟ عرف عن نواف فرزان. نواف فرزان رجل بسيط ومتواضع وقنوع جدا جدا. حلو. عندنا شيء وإذا زعل ما يطول. نص ساعة ساعة يرضى حتى لو ما حد يرضى. حلو. طبيعته كذا. يعني ما عندك إحساس. ما له دخل إحساس. يعني عديم إحساس عديم إحساس يعني أنا قلبي طيب. أنا أجي الحين أبقسك شوي لأنك راجع عديم إحساس. يعني متناقض تقول جرب يعني بترجع البوكس ولا وش؟ لا تسوي دور عليه عشان ما دور عليه. طيب ماضي كان متسابق معانا ولا ما طلع. احترم مقدم معاه صفينا احترم مقدم مش كثير أمور دي مقدم. اسمعني تحدث عن نشأتك فين درست فين؟ نشأت في محافظة جدة. حلو. وعشت في جدة وقعدت في جدة لين قبل البرنامج جيتكم. يعني بداية دراسة محافظة النماص. عندنا مزارع وشيء من الغنم في بيشة. يعني إذا رحت الجنوب بين بيشة والنماص بين ديرتي وبين ما عيشة عماني وجداني. حلو. الناس عندي يقولون من بيشة ولا من جدة؟ طيب من بيشة ولا من النماص؟ طيب بس أك سؤال محرج. أسلم. اسم شايبك فرزان ولا اسم ثاني؟ يعني فرزان ما هو بوي ولا هو بجدي الثاني ولا بجدي الثالث جدي الرابع جدك الرابع. يعني ابوك محمد. عرفنا باسمك. نواف بن محمد بن مسفر بن علي بن فرزان. ونعم والله. يعني انت تقول فرزان على جدك. ايوه انا جيت بن محمد ابوي الله يطول عمره اسم يعني محمد هو كثير. حلو. جدي مسفر مسفر موجود علي موجود قلت ابغى فرزان مو نادر وانا احب الشيء النادر دائما. حلو زيك يا الله يطول عمرك. طيب ترى ماني بخفيف ها. يا ورع ايه متاكد انت خفيف؟ ورع اشيلك اشوف. لا ورع اعقل الله. طيب بما ان صوتك حلو صوتك جميل ابغاك تعطينا شله. شله انت كنت تعطيه حلو صوتك حلو ما تبغى. الله يا ما قصرت النفس دون شفوف واليا بغيت انتهج عيات زوع القدم. يا سلام. الله يصيب العدم والله يصيب الظروف والله يصيب الظروف اللي تجيب العدم. يا سلام صح والله صوتك ومنطوقك وبدانك وديسمها لسانك خلاص توكل. بس كلمة يا ابو مش تفضل الوقت كله لك والمايك والكاميرا. احب اشكر جمهوري العظيم جمهور نواف بن فرزان. تستاهلون تستاهل الطيب الله يسعدكم ولا يهينكم على وكفتكم معي من يوم ما دخلت برنامج واي لاف يو كثير. والشكر الثاني لله لله سبحانه قبل كل شيء. الشكر الثاني لاخوي محمد بن عبد الرحمن القحطاني الذي تبرع عني امس. ونعم يستاهل ب10,000 ريال في وقف اليتيم الاول. اسال الله العلي العظيم ان يجعل حجابك عن النار. اسال الله يرزقك سعادة امس. انت تدري اليوم اني رقدت من اضحك يا ولد. كان فيني هم امس من موضوع يوم جاني التبرع ذا. لا اله الا الله. تستاهل والله زي الفرد يوم يجي السجين. تستاهل. رقدت اليوم انا مبسوط. تستاهل الطيب والله يرزقكم. هذا دليل يرزق جميع متسابقين هذا الشعور. 10,000 في وقف اليتيم عزيز نقول في وقف اليتيم تراها شيء كبير. اسال الله يبيض وجهك يا ابو عبد الرحمن ولا يهينك وبدني متواصل معك بعد البرنامج ولا يهنون اللي تبرعوا عني باشياء ثانيه. الله يعطيك العافيه ومشكور اخوي نواف. ايش اللي حصل في مقادير الايام؟ وين الوعود اللي عليها وهنا؟ البارحه في حبه كنت انام واليوم وين الوعود يا خاينينه؟ ايش اللي حصل ما؟ انا اعطيتكم وجه انا ما اعطيتكم وجه الثاني انا من قبل شويه سلمت لكم. ارحم اسرع يلا حجي الله يبقيك. طيب عليك الوقت معكم الوقت الحين اجي بعد شوي تقول ما خلصت. الله يسلمك لبدك. تخرج الواحد عن طور الله يهديكم. وين الطور هذا؟ وين خرج فين؟ وين راح؟ حلوه مجر اقطع زواليك بلد. خليني اروح ارد الشجره لهداك. رد الشجره احترم القناة واحترم الأدوات ولا الأشياء الخاصة. أقول أمس لا أدخل دي في وجهي. كل واحد يعصب يا ولد طبخة خوي. أنت جايبين لحم مفروم ولا بيض يا أبو ربيع؟ لا تغلط ربيع. شوف شوف صور هنا أبو ربيع شوف. طبخ
شوف يا ابو ربيع شوف الجمهور ولا متابعين خرب هذا بيض هذا بيض ولا لحم مفروم نخرب الطرف يعرفون نعي لان حاطين يده فيه الله يا ابو ربيع الله يهديك يا ابو ربيع ما هو من الشباب ترى ما هو ما حطيت طماط معه ولا حطيته ها ها انت حطيت طماط ولا حطيت بالله يجيب الكاب شوف كيف نثروه وانا منظف تعبان بالله يجيب الكاب شوف لا لا هنا هنا شوف 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 هنا قرب قرب هنا لا 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 انظف واتعب وفي الاخير توسخون خلاص خلاص ابو ربيع خصم على عبد العزيز ما رجع محله انا محل حلي ولا سفري ايش تبيع ايش تبيع في محلك شكشوكه عدس بقدونس كزبره كل حاجه زر 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 ها شخصك يا دعبي اصبر 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 سام سمي ابو ربيع ربيع نظامك ابو ربيع تحدني على ايش تقول ايش زعلي تكلم سكت فجأة جورج لو انقاطعت بين الابراج